صباح الخير يا مرحبا. الدكتورة مروة هتدينا بداية المحاضرة بتاعت اللاب انتربريتيشن، وبعدين هيبقى المنتور خدمة مثلا بالنسبة للمحاضرة أستاذتنا الفاضلة الدكتورة عزة عبد الجواد إن شاء الله. اتفضل يا دكتورة. النهارده ان شاء الله هكلمكم عن المحاضره اللي هي في لاب انتربريتيشن. طب المايك يبقى احسن. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن محاضره اسمها لاب انتربريتيشن. هي محاضره يعني بيزك شويه، انا حبيت اختار ان هي تكون بيزك لان مش كلنا بنبقى هيماتولوجيست، فحبيت اختار فيها الحاجات البيزك اللي بيها احنا كبيدياتريشن ممكن نشوف اي حاجه في اللابس تبقى ريد فلاج لينا، ان احنا سواء حتى احنا المانج لو هي حاجه بسيطه او لو هي حاجه مثلا هتحتاج ان احنا نعمل ريفيرال للهيماتولوجي تبقى واضحه بالنسبه لنا. اول حاجه هنتكلم عن الكواجيليشن بروفايل. انا يعني جايبه اكزامبلز كده نختارها بعد الاكزامبلز عشان الموضوع ما يبقاش ممل شويه. ده المفروض بيبي في ميل بيبي عندها 3 years old وده الكواجيليشن بروفايل بتاعها. الثرومبين تايم 11.5، طبعا الريفرنس رينج مكتوب which is normal، يعني البي تي تي 70 سكند والاي ان ار 1. ده الكواجيليشن بروفايل معانا لبيبي عندها 3 years old. وكده معناه ايه؟ لو يعني شفنا معانا يعني prolonged PTT، okay؟ prolonged PTT معناها intrinsic pathway defect. يبقى ده لو coagulation profile في prolonged PTT يبقى معناها ان البيبي ده عنده intrinsic pathway defect. هفكر في ايه differential diagnosis؟ هفكر يا اما حاجات inherited يا اما حاجات acquired. inherited اللي هي الفاكتورز بتاع الانترنسيك pathway، يعني ممكن يكون البيبي ده عنده deficiency factor 8 او factor 9 او factor 11، او ممكن يكون بون فيليبرين ديزيز. تمام، بون فيليبرين ديزيز برضه بيبقى اسوشيتد معاه فاكتور 8 ديفيشنسي لان هو بيبقى باوند للفاكتور 8. فدايما حتى البيبي اللي بيبقى جاي لنا، كان في بيبي قبل كده جانا العياده الدكتوره عزه كانت بنت عندها 3 years old وكانت جايه لنا كواجيليشن بسي بي سي كانت نورمال وعامله كواجيليشن بروفايل برولونج بي تي تي والكومبلين بتاعتها ان هي عندها ايبيستاكسيس. فطبعا المفروض ان انا ايه لو انا شكيت ان هي فون فيليبرين ديزيز بعمل لها طبعا الفون فيليبرين فاكتور والفاكتور 8 ديفيشنسي، وطلبناهم فعلا وطلعوا الاثنين ان هما ايه فيهم ديفيشنسي. ممكن تبقى حاجات اكوايرد يعني مش حاجه انهيرتد وهي اللي عامله البرولونج بي تي تي زي هيبرين ادمنستريشن او انهبيتورز للفاكتورز بتاع الانترنسيك باسوي اكوايرد فون فيليبرين ديزيز او الانتي فوسفوليبيد انتي بودي. ده كواجيليشن بروفايل تاني البيبي عنده 1 مانث ميل البي تي بتاعته 23.5 والبي تي تي نورمال اوكي والاي ان ار 3. يبقى ده ايه؟ اه برولونج بي تي اللي هو اكسترنسيك باس ويت افكت. طيب ايه لو حد برده بيبي جالي بالكواجيليشن بروفايل افكر في ايه؟ برولونج بي تي والبي تي تي نورمال. هفكر طبعا في الديفرنشال دايجنوزيس بتاع الاكسترنسيك باس ويت افكت اللي هو ممكن يبقى البيبي ده عنده deficiency factor 2 او factor 5 او factor 10. ممكن اللي هو الفاكتورز بتاعت الاكسترنسيك باسوي ممكن يكون البيبي ده واخد وارفرين او هيبرين اوكي. فيتامين كي deficiency لاي سبب بقى، ممكن يكون مال نيوتريشن، ممكن يكون بيلي اوبستراكشن، مال ابسوربشن سندروم، ليفر ديزيز اي ليفر ديزيز عشان طبعا هيعمل diminish السنس بتاع البروتين فاكتورز، ممكن دي اي سي مثل بلاد ترانسفيوجن فبيعمل دايليوشن البلازما بروتينز، هايبوثيرميا. يبقى كل دي ديفرنشال دايجنوزيس هتبقى في دماغي لو البيبي جاي ببرولونجد بي تي او اكسترنسيف باسوي ديفكت. ده كواجيليشن بروفايل تاني البي تي 23.5 والبي تي تي 68 والاي ان ار 3. يعني هو كده ايه؟ ايه البرولونجد هنا؟ برولونجد البي تي والبي تي تي الاثنين برولونجد. طيب لو جالي كواجيليشن بروفايل في الاثنين كده برولونجد هفكر في الديفرنشال دايجنوزيس
ممكن تبقى حاجه انهيرتد، مثلا في ديفيشنسي للبروثرومبين او الفايبرينوجين اللي هم داخلين في الكومن باسوي، او فاكتور 5 او فاكتور 10، او حاجه اكوايرد ليفر ديزيز ممكن يعمل برولونجيشن للاثنين، اي ليفر ديزيز او دي اي سي. دي اي سي بتبقى جايه بكوجيشن بروفايل، ممكن يبقى البي تي والبي تي تي الاثنين برولونج. سوبرا ثيرابيوتيك دوزز من الانتي كواجلانت، لو البيبي ده اصلا مش على انتي كواجلانت يبقى انا بقى واخده بالي. سيفير فيتامين كي ديفيشنسي، كومباين هيبرين اند مورفرين ادمنستريشن، او انهبيتور للبروثرومبين والفايبرينوجين والفاكتور 5 و10 اللي هم بتاع الكومن باسوي. بعد كده ننتقل لحاجه ثانيه اللي هي السي بي سي. برضه هناخد اكزامبلز كده. البيبي ده عنده 3.5 years، هو ميل، ودي السي بي سي بتاعته. انا عامله لكم هايلايت على الحاجات اللي فيها اللي هي الابنورمال. ده طبعا عشان الوقت، يعني تي ال سي بتاعه كويسه، تن الهيموجلوبين 9.5. طبعا اي انيميا لازم ابص دايركت على الام سي بي على الانتيز عشان اعرف نوع الانيميا دي، هل هي مايكروسيتيك ولا نورموسيتيك ولا ماكروسيتيك. هنا الانيميا دي نوعها ايه؟ مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا. اوكي، ومعاها رياكتيف ثرومبوسايتوزس. لو بصينا على الداتا هنلاقيها عاليه شويه عن النورمال. خلاص، طبعا الديفرنشال ما فيهوش اي مشكله. ايه ممكن يبقى الديفرنشال دايجنوزز؟ ممكن اول حاجه بنفكر فيها طبعا اللي هي الايرون ديفيشنسي انيميا او الكرونيك هيموليتيك انيميا. بس يعني المسج في بس في السي بي سي دي ان احنا دونت راش ان احنا ندي ايرون لاي عيان عنده مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا، لان ممكن ما يبقاش ايرون ديفيشنسي انيميا. دي دايما بنشوفها برده ان العيان بعد كده نيجي نعمل له ايرون بروفايل بنلاقيه نورمال، بس اي حد بيشوف الانيميا بيدي على طول ايرون هاتو. لازم بنفكر ان احنا نعمل الاول ايرون بروفايل، لو طلع نورمال افكر بعد كده ممكن نعمل هيموجلوبين الكتروفيس، زي ممكن يبقى ثلاسيميا تريت مثلا وما يكونش الولد قبل كده اخد ترانسفيوجن او اي حاجه ويكون الايرون بتاعه نورمال، يبقى انا كده بزيد، انا بزود الايرون اوفرلود بتاعي. دي سي بي سي ثانيه برده بيجي عنده 2.5 سنين، ده الهيموجلوبين بتاعه 9.5 والام سي في 105. اوكي، يبقى ده ايه؟ ماكروسيتيك نورموكروميك انيميا. ايه الديفرنشال دايجنوزيس بتاعتها؟ فيتامين بي 12 ديفيشنسي والفوليك اسيد ديفيشنسي. دي بنشوفها اكتر في الاطفال او الناس اللي هم الفيجيتيريان، لان الفيتامين بي 12 دايما بيبقى موجود في الانيمال سورس، فممكن نشوفها كتير فيه. دي سي بي سي ثانيه برضو الهيموجلوبين هنا 7.5 والام سي في 79. اوكي، والبيت السي بي سي ما فيهاش اي مشكله. دي ايه؟ تمام، نورموسيتيك نورموكروميك انيميا. وطبعا هنا طلع ان الريتكس 4%، فطبعا الهاي ريتكس دي هتديني ريد فلاج ان ممكن يكون دي حاجه ايه؟ هيموليتيك. فاحنا برضو بنفضل ان احنا نبقى سي بي سي ويز ريتكس دايما في حالات الانيميا، عشان لو في ريتكس عاليه هتتجه اكتر لحالات الهيموليتيك. ايه الديفرنشال دايجنوستس تاني للنورموسيتيك نورموكروميك انيميا؟ انيميا اوف كرونيك ديس اوردرز، بتبقى نورموسيتيك نورموكروميك اسوشيتد ويز كرونيك انفكشن، كل الانفلاماتوري ديزيز والمالجنسي، المارو فيلير، الريد سيل ابليزيا، الاكيوت بلاد لوس، كل ده بيبقى نورموسيتيك نورموكروميك. دي سي بي سي ثانيه. ال مش عامله لكم ايه هنا الابنورمال في السي بي سي دي؟ الابنورمال ايه؟ التي ال سي عندنا هنا 20.5، فكده هنا في ليوكوسايتوزس. هنبص على الديفرنشال هنلاقي نيوتروفيل 90% والليمفوسايت 8%. يعني طب بقيه السي بي سي ما فيهاش مشكله. مايك مش شغال. طبعا زي ما انا ببص اول ما بشوف انيميا لازم ابص على الانديسز عشان احدد نوع الانيميا، دي تساعدني في التشخيص الام سي في والام سي اتش. برده في الليوكوسايتوزس لازم ابص على الديفرنشال نيوتروفيلز وليمفوسايتس. هنا في نيوتروفيليا وفي ريليتيف ليمفوبينيا ليمفوسايتس. ده ممكن يبقى ايه دايجنوزس بتاع اكتر حاجه بنفكر فيها؟ طبعا هي البكتيريا الانفكشن، هي اللي بيبقى معاها نيوتروفيليا كلنا عارفين بكتيريا الانفكشن. ممكن نفكر برضو في اي اكيوت انفلاميشن زي هارت اتاك، زي انفاركشن، زي بيرن. استرويد، لو البيبي ده ماشي على استرويد ولقيت ليوكوسايتوزس ممكن ما يكونش الليوكوسايتوزس دي سببها، ممكن يكون ده بسبب ان البيبي ده ماشي اصلا على استرويد.
نيوتروفيليا مايت بي اولسو ممكن تبقى سببها مالجنسي او كرونيك لوكيميا. عشان كده برضو يفضل ان انا لما بلاقي ليوكوسايتوزيس عنيفه كده ان انا اعمل بلاد فيل عشان تو كونفيرم ان مفيش بلاست برن تو بي شور. يعني ابنسايتس كتير قوي برضو بيجي لنا اطفال في الاي ار. الطفل ده بيبقى عنده جاي مثلا بقى ابدومينال بين وفوميتنج، بس البين بتاعه مش الايديال قوي بتاع الابنسايتس، وببقى انا متلخبطه بعمل سي بي سي. لو لقيت ليوكوسايتوزيس برضو ببقى اكتر اشك اكتر ان هو ممكن الولد ده يبقى فيه ابنسايتس من الاكيوت انفلاميشن اللي عندهم ليوكوسايتوزيس عالي. وطبعا الليد اللي هو الليوكوسايت ادهيشن ديفيشنسي. اوكي في سي بي سي دي تانية برضو الولد ده عنده بنت قصدي عندها 4 سنين ونص، دي بقى فيها ايه؟ في الليوكوسايت قليلة والهيموجلوبين والليوبليتي، فهنا ايه؟ بان سايتوبينيا. ايه ممكن يكون الديفرنشال دايجنوزيس بتاعتها؟ في ديفرنشال دايجنوزيس كتير، في حاجات كومن وحاجات ان كومن. الكومن زي ايه؟ الابلاستيك انيميا طبعا دي اكتر حاجه بنفكر فيها. طبعا لو حد ماشي على كيموثيرابي او ريديوثيرابي الفيتامين بي 12 ديفيشنسي والفوليك اسيد ديفيشنسي. انا فاكره كان في بنت، فاكره دكتور ناسل كان في بنت برضو محجوزه كده كان في الانترميديت. البنت دي كانت جايه لنا كانت بتشتكي مامتها ان هي نزلت في الويت حوالي 20 كيلو في الفتره اللي فاتت. البنت دي كان في سن البيوبرتي وكانت بتعمل دايت سيفير دايت، فنزلت حوالي 20 كيلو. وبعدين البنت كانت جايه لنا ببن سايتوبينيا، فاحنا طبعا شكينا اول حاجه شكوا ان هي يعني مالجنسي، عملنا لها بومبار وعملوا لها حاجات كتير. ساعتها كانت جايه لنا ببن سايتوبينيا بنفس الشكل كده. فلما دكتوره عزه شافتها برده يعني كانت اكتر حاجه اول ما شافتها قالت ان هي البنت دي مجاله بلاستيك انيميا. هما ما كانوش مصدقين يعني ان هي مجاله بلاستيك انيميا وتعمل ببن سايتوبينيا العنيفه دي. والبنت فعلا بعد ما عملنا لها البون مارو كان نورمال وكانت كل حاجه نورمال. وبعدين ان هي فيتامين بي 12 ديفيشنسي، حضرتك لما شفتيها قلتي عليها كده. والبنت فعلا لما خرجت بعد كده على الاسم وقعدت ابتدت ان هي تاكل شويه تتحسن، يعني ابتدت الدنيا تتحسن بس بسيط. اضطرينا بعد كده ان احنا نعمل لها نمشيها على فيتامين بي 12 انجكشن، خدت ريجولر انجكشن من الفيتامين بي 12، واخدت كمان عملنا لها نيوتريشنال كونسلتيشن وعملنا لها سايكولوجيكال كونسلتيشن، لان هو ده كان السبب الكوز الرئيسي ان البنت دي كانت في سن التين ايجر وكانت عايزه تعمل دايت فما كانش بتاكل. طب الهيموجلوبين بتاعها كان قليل، كان عندها انيميا بس الانيميا ما كانتش ماكروسيتيك زي بتاعه الميجالوبلاستيك، لان هي كانت ساعتها كان دكتور عزه رايها ان هي البنت دي عندها مالتي نيوتريشنال فاكتور ديفيشنس، هي عندها ايرون ديفيشن وعندها ميجالوبلاستيك اللي هو فيتامين بي 12، فالاثنين كانوا معادلين بعض، فالام سي في بتاعتها كانت نورمال بس كان عندها بان سايتوبين. وفعلا البنت بعد ما عملنا لها نيوتريشنال كونسلتيشن ومشيت على ريجيمين كويس وسايكولوجيكال كونسلتيشن دي اتحسنت جدا، بس قعدت فتره على بي 12 انجكشن. دي سي بي سي ثانيه كل الحاجات اللي فيها نورمال بس البليتلت بس هي اللي 79، بقيت السي بي سي التي ال سي نورمال والهيموجلوبين نورمال. دي اول ما نشوفها ده بيبي عنده 3 سنين ميل جاي ببليتلت كاونت 79، ايه الديفرنشال؟ هو ده ايه الاول؟ ثرومبوسايتوبينيا. ايه الديفرنشال دايجنوز اللي عندي ايه؟ يا اما يكون ان في بليتلت ديستركشن، يا اما في ديكريز في البرودكشن، يا اما يكون حاجه اميون ميديتد. تمام؟ اميون ميديتد اول حاجه بنفكر فيها طبعا هي الاي تي بي، بس طبعا الاي تي بي بيبقى ليها شروط تانية زي ما الدكتور نجلة شافت حالات كتير قوي من الاي تي بي دايما بتقول لنا ايه، يعني ان احنا نتاكد اصلا ان هي اي تي بي ازاي، ان احنا ما نلاقيش معاها اي حاجه تانية، يعني مثلا ما نلاقيش ليمف نود، نو ليمف ادينوباسي، نو اورجانوميجالي، نو فيفر، نو اورجانوميجالي، نو فيفر، نو اذر سيستم افكتد، ساعتها ان انا اقرر ان البيشنت ده عنده اي تي بي وممكن ابتدي التريتمنت بتاعه وانا مرتاح. انما لو لقيت اي مشكله تانية معاه لازم في الحاله دي بنعمل بون مارو عشان نتاكد ان الولد ده مش مالجنسي او اي حاجه تانية، او يكون مثلا ده جزء من اميون ميديتد. ممكن يكون الثرومبوسايتوبينيا دي ده جزء من اميون ميديتد ديس اوردر زي سيستميك لوبس ودي البرزنتيشن بتاعته، او يكون في امبيرد برودكشن من، او يكون في بليتلت ديستركشن لاي سبب، او انفكشن، او نيوتريشنال ديفيشنس. كل دي ديفرنشال دايجنوز، او طبعا بون مارو فيلير ودي يكون لسه البدايه.
بعد كده هنتكلم بس عن لو طبعا زي ما قلنا قبل كده في الاول خالص ان لو هي مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا ان احنا بنطلب ايرن بروفايل عشان بس نتاكد ان هي مش ان هي مش اي حاجه تانية غير ايرن ديفيشنسي انيميا قبل ما ابتدي الايرن. فبنعمل بقى الايرن بروفايل ده ايرن بروفايل لبيبي عنده 3 سنين ونص، السيرم فيريتين بتاعه 10.2 اوكي، وده طبعا النورمال رينج فواضح ان هو قليل. للتوتال ايرن بايندينج كاباسيتي 530، المفروض ان احنا بنطلب كمان سيرم ايرن معاه، وممكن نحسب له الترانسفيرين ساتوريشن اللي هو بنقسم السيرم ايرن على التوتال ايرن بايندينج كاباسيتي بنضربهم في 100، لو طلع اقل من 16 يبقى احنا كده شور ده ايرن ديفيشنسي انيميا وممكن نبتدي العلاج واحنا مطمنين. لو طلع نورمال ببتدي بقى اعمل ريتكس وابتدي اخش في سكه الهيموجلوبين الكتروفوريس عشان اتاكد ان هي مش هيموليتيك انيميا. لكن طبعا ده البروفايل ده ايرن ديفيشنسي انيميا، ده هيموجلوبين الكتروفوريسس برده ده في حاله بقى ان احنا ايه ما لقيناش ان في ايرن ديفيشنسي انيميا. ده الجدول ده بيبين اكزامبل شويه ازاي ان الهيموجلوبين اف والهيموجلوبين اي والاي 2 بيبقى فاريبل اكوردنج، بعد كده هنشوف للايج. يعني دلوقتي لو هو ثلاسيميا ميجور هنلاقي الهيموجلوبين اف ده طبعا بيبقى واخد الابر هاند، هتلاقيه لحد 98 اوكي، والاي بيبقى ابسنت والاي 2 بيبقى فاريبل. في الماينور الاف ده بيبقى فاريبل والاي بيبقى من 80-90% والاي 2 بيبقى من 5-10%. في النورمال هيموجلوبين الكتروفوريسس المفروض ان الهيموجلوبين اف يبقى اقل من 1% والاي 97% والاي 2 من 1-3%. ده شكل النورمال هيموجلوبين الكتروفوريسس باتر، الاي طبعا هو اللي بيبقى واخد الابر هاند والاي 2 بيبقى 2.3% والاف بيبقى 0. ده اكزامبل لبيبي عنده 1 مانس في ميل، الهيموجلوبين اي بتاعها 22% والاي 25% والاف 73% والاس 0%. فده دايجنوستس بتاعه يبقى ايه؟ نورمال هيموجلوبين الكتروفريسز، لان الايج هنا 1 مانس بيبقى بياخد وقت شويه قبل ما يحصل ريبليسمنت للهيموجلوبين اف بالهيموجلوبين اي، فيبقى الايج عندي بيفرق ان انا احدد الهيموجلوبين الكتروفريسز على حسب الايج. لكن ده بيشنت تاني مثلا عنده 1 يير ميل، هيموجلوبين اي 0.5% والهيموجلوبين اي 2 1.5، هيموجلوبين اف 98% وهيموجلوبين اس 2. ده كده الدايجنوزز بتاعه ايه؟ ثلاسيميا اكيد، اف 98% في 1 يير ده اكيد ثلاسيميا تمام. ده هيموجلوبين الكتروفريسز ل بيبي عنده 5 سنين او بيشنت يعني عنده 5 سنين، هيموجلوبين اي 9.3 اف 4.6 الاي 2 5.3 والاس 84%. ده الدايجنوزز بتاعه سيكل سيل انيميا. ثانك يو.